واشنطن تحدد إعفاء قيصر لشمال سوريا، وتركيا ترفض إعفاء مناطق قسد. عبر صاروخ موجه مقتل 12 عنصرا من قوات نظام في ريف حلب الغربي. وفي تركيا عودة عشرات ملفات السوريين إلى مراحل التجنيس بعد إزالتها أمس. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، ونبدأ بهذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل، حيث أفادت وكالة أنباء نظام سانا بأن الدفاع الجوي لقوات النظام تصدى لأهداف وصفها بالمعادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماء الغربي دون مزيد من التفاصيل. وإلى نشرة، حيث حددت الولايات المتحدة القطاعات التي سيسمح للشركات الأمريكية والدولية العمل فيها في مناطق شرقي سوريا استثناء من قانون قيصر الذي قضى بتجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وكل الشركات التي تتعاون معه. التقرير والتفاصيل. تضع الخزانة الأمريكية النقاط على الحروف بما يخص الاستثناء الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا من عقوبات قانون قيصر. الوزارة نشرت بيانا عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها تحت ما سمتها الرخصة السورية العامة رقم 22. 12 قطاعا من قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، جميعها خرجت من طائلة العقوبات. بالنسبة للنفط فقد سمح الاستثناء بشراء البترول المكرر للاستخدام داخل مناطق الاستثناء باعتباره ضروريا للأعمال المذكورة، بينما أبقت على حظر تصديره. يشترط الاستثناء عدم استفادة النظام منه بأي شكل من الأشكال، ويمنع التعامل مع أي شخصية تتبع له أو مقربة منه، وهو إجراء يأتي في ظل تصريحات أمريكية تؤكد استمرار واشنطن بفرض العقوبات على النظام. واشنطن رأت أن الاستثناء هو محاولة لمنع عودة تنظيم الدولة إلى المنطقة، بينما تراه أنقرة غير ذلك. وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اعتبر أن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة تنظيم اتحاد العمال الكردستاني، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول على موقعها في تويتر. هذا الدليل الجديد على التباين ما بين يعني الموقف التركي والموقف الأمريكي تجاه ما يحصل في شمال شرق سوريا وشرق سوريا. أظن أن هذا سيكون نوع من الضغط أيضا على تركيا للاقتراب والتواصل مع النظام في دمشق. التعليق التركي جاء رغم شمولية الترخيص الأمريكي لمناطق تعد أنقرة نافذة بها في شمال سوريا كالباب وعزاز وجرابلس، إلا أن آليات التنفيذ في المستقبل قد تكشف سبب التخوف التركي من القرار الأمريكي. ينضم إلينا السيد معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفريق عمل منظمة الطوارئ السورية من أمريكا. مرحبا بك سيد معاذ. تركيا تعتبر هذه الخطوة خاطئة، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها حيال هذا القرار؟ فأولا يعني بالنسبة لما يحصل في شمال شرق سوريا، الوضع بشكل عام اللي هو يعني حتى طريقة حوكمة المنطقة وطريقة معاملة قسد مع الأهالي إن كان بدير الزور أو مناطق أخرى، وحتى يعني وهذا الشيء مو فقط عربي كردي ما بين يعني مثلا المجلس الكردي الوطني وحزب العمال الكردستاني، هون يوجد مشكلة أكبر يعني بشكل عام. ويوجد أيضا المخاوف دائما، نحن بنعرف في تهريب مثلا النفط وأمور ثانية ما بين مناطق سيطرة قسد وما بين النظام. فالمخاوف التركية برأيي هي عن كيف ممكن يستثمر نظام بشار الأسد وإيران
أي انفتاح اقتصادي في شمال شرق سوريا، خصوصا أنه يوجد بعض الأشخاص يعني من داخل هيكلية حسد اللي يوجد علنا أو سرا نوعا ما على الأقل من التواصل ما بينه وما بين نظام بشار الأسد ونوعا من التنسيق. يعني احنا نعرف أن في عالم بيشتغلوا كمثلا عمال حكوميين في مناطق بسيطرة حسد بيجي معاشاتهم من عند النظام. يوجد أيضا يعني إيران اللي هي دائما مهتمة بهي المنطقة. فبرأيي المخاوف في حال ضبطت نعم. سيد معاذ، في حال ضبطت هذه التخوفات التي ذكرتها، وأيضا يعني في ظل أن المناطق الشمال السوري والتي تخضع أساسا لنفوذ التركي يعني ستستفيد ربما أيضا من ذات القرار، هل يمكن التوصل لصيغة توافقية بين الولايات المتحدة وتركيا؟ أنا برأيي نعم، ولكن يعني لازم يكون في براغماتية من الطرف التركي وتعاون من الطرف الأمريكي بالنسبة لضبط الأمور بشمال شرق سوريا. بالنسبة للشمال ولكن بالنسبة لأي مناطق خارج نفوذ النظام سريا أو علنيا، المناطق اللي عن جد محررة من هالنظام الإجرامي، لهي المناطق لازم كلها تكون فيها استثمار ودعم، ولازم يعني لأنه ما في استثمار بمناطق نظام سوريا. يعني قانون قيصر ليش موجود؟ موجود لأنه النظام بيستخدم كل المال والموارد لقتل وقمع شعبه، فحبينا نوقف هذا الشيء من إنه يصير. ولكن المناطق خارج سيطرة النظام حتستفيد أكيد، ولازم نشجع العالم إنه تستثمر بهالطريقة، ولكن يجب إن نكون حذرين إن النظام ما يستغل هذا الانفتاح من يعني بشمال شرق أو شمال غرب سوريا لاستفادته أو لدعم حملته العسكرية اللي ما زالت 11 سنة ضد الشعب السوري، وهي نقطة مهمة يعني ليست فقط سلبية. ركز عليها بيان الخارجية الأمريكية، لكن يعني أيضا هناك تساؤل آخر يتساءل عنه البعض، لماذا تدعم الولايات المتحدة الإدارة الذاتية بقدر أكبر مما تدعم فيها المعارضة؟ وهذا سؤال مهم، ولكن في شيء مختلف عن يعني يوجد دعم للمعارضة ويوجد دعم للإدارة الذاتية، ولكن دعم الإدارة الذاتية كمان مخصص بمكافحة أو مقاتلة داعش بشمال شرق سوريا، وزارة الدفاع هي اللي قائمة بشكل أكبر على هذا الموضوع. وهذا أي وقت يوجد يعني حلافة ما بين وزارة الدفاع الأمريكية وشيء ثاني، هذا بيساعد كثير بالنسبة للدعم بالنسبة للاهتمام. ولكن يعني يوجد كمان بعض يعني الأشخاص اللي كانوا صناعين قرار تحت إدارة أوباما، والآن مثلا يعني بعض الأشخاص الموجودين بالإدارة اللي عندهم رؤية أنا برأيي مخطئة بالنسبة للوضع بسوريا. بنفس الوقت أنا برأيي هذا القرار بشكل عام خصوصا بالنسبة لشمال غرب سوريا ممكن يكون شيء إيجابي ومهم، ولازم كل المناطق اللي خارج سيطرة بشار الأسد يكون فيها استثمار، يكون فيها دعم. لازم نبين للعالم شو هي المناطق خارج سيطرة النظام وشو هي المناطق اللي داخل سيطرة النظام، وين يعني نفس المكان اللي عندنا مقابر جماعية وصور قيصر وهل يعني أسوأ الجرائم يمكن بتاريخنا الجديد. أشكرك السيد معاذ مصطفى المدير التنفيذي لفريق عمل منظمة الطوارئ السورية، حدثتنا من أمريكا. قتل وجرح 26 عنصرا من ميليشيا دفاع الوطنية التابعة لقوات النظام إثر استهداف باص مبيت عسكري كان يقلهم في ريف حلب الغربي، وفق ما ذكرته قناة الميادين الموالية. بدوره أعلن الجيش الوطني السوري عن تدمير الباص بصاروخ مضاد للدروع على محور الفوج 111 قرب بلدة عنجارة غربية حلب، وجميع القتلى ينحدرون من بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، وفق ما أعلنته صفحة شبكة أخبار نبل والزهراء على فيسبوك. وفي السياق ذكرت حسابات ناشطين موالين للنظام على فيسبوك أن الشخصين قتلا نتيجة قصف تعرضت له جنازة العناصر القتلى من قوات النظام في بلدة نوبل دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن القصف. استهدفت قسد مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي بالعديد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن إصابة مدني وطفلة، تم نقلهما إلى مشفى مدينة جرابلس على الفور، كما طال الاستهداف بلدة قرقميش التركية ومعبر جرابلس الحدودي.
منذ قليل استهدفت قسد نقاط عديدة في منطقة جرابلس في ريف حلب الشرقي. القصف كان على المباني والمنازل المأهولة في السكان. هناك إصابتان بحسب الدفاع المدني، إصابة منهم لطفلة تبلغ من العمر قرابة العامان، أيضا إصابة ثانية تم نقلها إلى المشفى، مشفى مدينة جرابلس يتلقي العلاج. أيضا القسد قامت باستهداف بلدة قرقميش التركية والمعبر بالقرب من معبر جرابلس الحدودي بأكثر من 3 قذائف مدفعية. الجيش الوطني السوري والمدفعية التركية قاموا باستهداف نقاط عديدة لقسد على محور نهر الساجور والنقاط قسد المتاخمة لنهر الفرات من الضفة الشرقية في منطقة ريف حلب الشرقي. هناك أيضا حركة نزوح من قبل الأهالي في المنطقة هنا باتجاه مدينة جرابلس. هذه المناطق التي ترونها الآن أمامكم هي مناطق جبهات ساخنة، تقوم قسد باستهداف المدنيين بشكل متكرر في المنطقة بقذائف المدفعية ورشاشات الثقيلة. منذ قليل كنا نسمع أصوات المدفعية التركية وهي تقوم باستهداف مواقع لقسد في محور خط نهر الساجور. كل قرابة كل 10 دقائق هناك أكثر من 4 أو 5 قذائف على نقاط لقسد. توتر هنا على الجبهة. الجيش الوطني السوري قام برفع الجاهزية على الفور والدفع بقواته إلى الأمام وتجهيز خط تعزيزات في حال حدث أي أمر طارئ على الجبهات المتاخمة لمدينة جرابلس أو إن كان خط نهر الساجور في ريف حلب الشرقي. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لتجسيد معاناة اللاجئين السوريين، الدمية السورية أمل تصل إلى مدينة لفيفا الأوكرانية. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أكد عشرات السوريين في تركيا إعادة مديرية إدارة النفوس والمواطنة التركية ملفاتهم إلى مراحل التجنيس بعد إزالتها يوم أمس الخميس. وفي السياق، نشرت المديرية العامة للنفوس تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر نفت فيه إشاعات إبطال الجنسية التركية لآلاف الأشخاص، وأكدت المديرية إلى أن الجنسية التركية لا يمكن أن تلغى بشكل جماعي، بل يتم دراسة قرار إلغاء الجنسية بشكل فردي في حال ثبت تورط حامل الجنسية بمنظمات إرهابية، ولا يمكن أن تشمل جماعات بكاملها. ينضم إلينا سيد عبد الله سليمان أوغلو، صحفي مختص في شؤون اللاجئين، يحدثنا من غازي عنتاب. مرحبا بك سيد عبد الله. بداية، برأيك ما الذي يحدث في موضوع مراحل التجنيس وإزالة الملفات ثم عودتها؟ نعم، يعني في الحقيقة خلال اليوم والبارحة الناس في هرج ومرج، يعني لا أحد يعرف ماذا يجري. رفع الآلاف من الملفات من
إجراءات الجنسية الاستثنائية، وهناك كان تصريح لمدير الاندماج والتواصل في إدارة الهجرة حول بعض الأرقام ذكرت في صحيفة تركيا، ومن ثم خرج النفي من إدارة النفوس والمواطنة، ونائب وزير الداخلية أصدر أيضا بيان بأن ما ذكر وكما ذكرتم عاري عن الصحة. في الحقيقة لا أحد يعلم بالضبط ما الذي حصل، كيف تم رفع هؤلاء من إجراءات الجنسية الاستثنائية وكيف عادوا، لأن لا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي عن أسباب الإزالة وعن أسباب العودة بنفس الوقت. في الحديث عن موضوع سحب الجنسية، ما هي الحالات التي يحق للدولة سحب الجنسية من المواطن فيها، وهل هناك حالات خاصة بالحاصل على الجنسية بشكل استثنائي؟ يعني في الحقيقة حسب ما ذكر قانون الجنسية هناك عدة حالات لإمكانية سحب الجنسية، وهي في حال تقدم الشخص عند الحصول على الجنسية الاستثنائية أو الجنسية العادية على أوراق مزورة، وثبت فيما بعد حصوله على الجنسية أن هذه الأوراق والوثائق التي تقدم بها مزورة تسحب. هذه حالة. وحالة أخرى في حال ثبوت الشخص وتورطه بأعمال إرهابية أو انضمامه إلى منظمة إرهابية أو تهديده للأمن القومي أو للسلم والنظام العام. واليوم بيان إدارة النفوس والمواطنة أيضا بيّنت هذه النقطة بالتحديد، بأن من يثبت عليه ذلك يمكن سحب الجنسية لكن بإشراف قضائي أو بمتابعة قضائية. يعني لا يمكن اليوم إعطاء جنسية بقرار إداري، لكن سحب هذه الجنسية لا يتم إلا عبر القضاء وبشكل فردي. كل حالة لا يمكن سحبه بشكل جماعي كما ذكرتم أيضا في تقريركم. هذا الموضوع هل يمكن أن يتغير في حال استلام المعارضة الحكم في تركيا وبالتالي إصدار قوانين جديدة؟ يعني في موجب القانون الجنسي الحالي لا أعتقد، وطالما أن تركيا تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق معايير الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أن تخطو خطوة نحو الوراء. يعني هي تحاول أن يتم موافقة جميع قوانينها معايير الأوروبية، فلا أعتقد أن يصدر هناك قانون بسحب جمعية بسحب جنسية الاستثنائية أو العادية من جماعة أو من كتلة أو من عرقية معينة. وبالتالي برأيك هل موضوع تجنيس للسوريين في تركيا سيستمر مستقبلا؟ يعني الحال مستمر للجنسية، يعني هناك طلبات جنسية جديدة تأتي إلى بعض الأفراد، وأيضا هناك حالات تطور في ملفات بعض الملفات. يعني اليوم بالتحديد يعني في بعض الملفات انتقلت من المرحلة الرابعة إلى الخامسة، وهناك خلال يومين الماضيين أن في بعض الناس تجنسوا وأخذوا قرار التجنيس، فلذلك مستمر. قد تتباطأ بعض الإجراءات نتيجة أن تركيا مقبلة على انتخابات خلال العام القادم، فبالتالي بعض الملفات يمكن تتباطأ والأعداد ربما تخف لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والنيابية. أشكرك سيد عبد الله سليمان أوغلو، صحفي مختص في شؤون اللاجئين، حدثتنا من غازي عنتاب. شكرا لكم. نظم أهالي المعتقلين بالتعاون مع مؤسسة عائلات من أجل الحرية وقفة تضامنية في عزاز بريف حلب الشمالي بعنوان بدنا الكل لمعرفة مصير أبنائهم. بعد نشر صحيفة الجارديان فيديو مجزرة التضامن الذي أودى بحياة مدنيين على يد عناصر يتبعون لجيش النظام، بدأت عائلات المعتقلين بالبحث أكثر عن مصير أبنائهم المخفيين منذ سنوات في سجون الأسد، منظمين وقفات احتجاجية في أماكن عدة آخرها في عزاز تحت عنوان بدنا الكل. نحن اليوم هون أهالي المعتقلين كثير مجزرة التضامن أثارت غضبهم وخوفهم، كثير خايفين على أحبابهم إنه يكون صار فيهم من يعني مثل ما صار مجزرة التضامن. طلع خبر العفو، للأسف يعني المجرم طالع قرار العفو، وما هيك تأملوا كثير، لكن ما طلع حدا من أحبابهم. نحن ما لنا ساكتين حتى يطلعوا الكل، حتى نعرف مصير الكل، بدنا الكل. الأهالي طالبوا الهيئات المنظمات الدولية بالتدخل عاجلا للكشف عن أعداد المعتقلين وأماكن اعتقالهم، إضافة لمعرفة مصيرهم المبهم حتى اللحظة.
ابني معتقل من 2012 ما بنعرف عنه أي شيء. طبعا نحن اليوم واقفين وقفة بعد مجزرة التضامن اللي ظهرت أخيرا على الإعلام. نحن بحالة خوف وترقب شديد على أولادنا، ما بنعرف مصيرهم، ما بنعرف إيش صار فيهم هلأ. أنا أمه لأحمد المعتقل، ابني معتقل بشهر الثامن هذا الجاي بطبق 10 سنين، وابني عريس جديد وقت اللي ابني كان رايح على لبنان ونزلوه على الحاجز، ومرته حامل لها 4 أشهر، هاي بنته صارت بصف الرابع. أنا ابني معتقل من 2013، أنا أم مثل هالأمهات من ألفات الأمهات، تعاني من مأساة كبيرة، بدنا أولادنا بدنا نعرف شو مصير هون. من 2013 كان طالب بكالوري واعتقلوا لي إياه. في كل مناسبة ومع كل جزئية يعود أنين الأمهات ليعلو مناديات بأبنائهن الذين اختفوا منذ سنوات دون أن يتركوا أثرا. أعلنت الشرطة النمساوية عن تفكيك شبكة دولية لتهريب البشر يعتقد أنها هربت عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها أنه جرى اعتقال أكثر من 200 شخص في عملية أمنية متزامنة في النمسا وتشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا. وبحسب الشرطة فإن الأشخاص الذين تم تهريبهم حاولوا الوصول إلى دول أوروبية غربية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وكانوا قد أحضروا إلى فيينا ثم تم تهريبهم عبر مجموعات أخرى بحسب البيان. تعاني المشاريع الزراعية في الشمال السوري من صعوبات جمة، أهمها قلة الدعم وضعف تصريف الإنتاج، فضلا عن قلة الأجور التي يتحصل عليها المزارعون. المزيد في التقرير التالي. لساعات طويلة من النهار وبأجر زهيد يعمل عبد الهادي في هذا الحقل الزراعي الواقع على أطراف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، وذلك بزراعة كميات كبيرة ومتنوعة من شتول الخضروات والأزهار الموسمية بالإضافة إلى الأشجار المثمرة، ومن ثم تجهيزها وبيعها للمزارعين. الشغل هون يعني من الصبح للعصريات بنشتغل، بنزرع ورد وبنعبي كياس، بنقلع شتل وبنزرع ونحمل ورد، وامور يعني على الله والحمد لله رب العالمين. وبس الامور يعني الاجراء قليل جدا جدا، يعني اقل يعني شو اقل نهار يعني من الصبح للعصر بتشتغل يعني ب 20 ليره والنساء ب 15 ليره، يعني شيء 10 نساء و10 رجال يعني بيشتغلوا هنا دائمين يعني. والاجور ضعيفه جدا جدا، يعني مثال انا عندي اربع اولاد 20 ليره شو تجيب رابطين خبز حقهم 10 ليرات. يعتبر المشتل الزراعي من المهن القديمة جدا في شمال غربي سوريا، وينتج شهريا الآلاف من شتول النباتات والخضروات وأزهار الزينة والأشجار المثمرة بكافة أشكالها وأنواعها، تتميز بجودتها ووفرة إنتاجها وبأسعار منافسة تناسب السوق والاستهلاك المحلي. بالنسبة للمشروع نحن النباع طويل، خبرة طويلة جدا من سنة 80، خبرة 45 سنة، وبتعرف الوضع البلد شو عدى بحالة صعبة جدا، رجعنا لأوضاع صعبة على البشر وعلينا وكل الناس، رجعنا يعني نعمل هالمشروع بحيث تستفيد الناس كله، كل العمال أمنين فرص عمل للنساء للشباب باركين عاطين على العمل، فعزمنا والحمد لله. يعاني هذا النوع من المشاريع الاستثمارية الزراعية الخاصة من قلة الدعم والجهات الراعية له في الشمال المحرر. الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد وضعف القدرة الزراعية لدى الأهالي زادت من انحسار هذه المهنة وتراجعها. لعل لهذه المشاريع الاستثمارية الزراعية دور مهم في تنشيط حركة العمل والسوق المحلي، وإن كان بأجور رمزية كما يقول الأهالي، إلا أن التكاليف الباهظة وضعف تصريف الإنتاج من العوامل التي قد تسبب العجز المادي، ما يعني توقف استمرار المشروع.
جمال أحمد، حلب اليوم، ريف إدلب الغربي. وصلت دمية الطفلة السورية العملاقة أمل الصغيرة إلى مدينة لفيف غربية أوكرانيا بعد رحلة عبرت فيها آلاف الكيلومترات سيرا على الأقدام. واستقبلت دمية التي يبلغ طولها 3.5 أمتار المئات من أهالي المدينة والنازحين إليها من مختلف المدن الأوكرانية لتجسيد معاناة اللاجئين السوريين المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات وإيصال رسالة عن طفلة سورية خرجت أمها من المخيم لجلب الطعام لكنها لم تعد. لهذا نصل وإياكم مشاهدين إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.